اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج روشيتا كيرزون. حلقتنا النهارده عن السمنه. معي ومعكم الدكتوره جيهان فريد، اخصائي التغذيه وعلاجات السمنه. اهلا بك يا دكتور. اهلا بيك. عامله ايه؟ تمام الحمد لله، كله تمام. بدايه انا دكتور عايزين نعرف بتعريف السمنه ايه، او بنعرف المريض عنده سمنه ازاي؟ هو السمنه عموما هي نسبه الزياده في الوزن في الجسم، وبتختلف السمنه من فرد لاخر. احنا اولا عشان نحددها نعرفها على حسب كتله الجسم. كتله الجسم احنا اللي هو البي ام اي، اللي هو بيعمل حساب لكتله، اللي هي معادله معينه، اللي هو مربع الطول في الوزن على سن السن بتاع المريض السمنه. وده بيكون لها معدلات بنحسب انها اذا كان سمنه ولا نحافه ولا الاوبيس، او اللي هي في اوفر ويت، في اوبيس، في نحافه. الاقل من 18 بيطلع يعني البي ام اي بتاعته بيعتبر اللي هو نحافة. من 18 ل 25 تقريبا بيعتبر اوفر ويت، بيكون بسيط يعني مش كتير، اللي هو يعني ممكن بالدايت ممكن بالرياضة. من 25 ل 40 بيعتبر، او من 25 ل 30 بيعتبر بري اوبيس، وفوق من 30 ل 40 او احيانا ل 50 اللي هي بيبقى الاوبيس، وده من اعلى درجات او معدلات السمنة الموجودة. تمام. طب انواع السمنة ايه بقى؟ انواع السمنة، هو السمنة يعني ما زي ما قلت لحضرتك، احنا لو عندنا، لو اتكلمنا في الاوفر ويت ده ما بيعتبرش سمنه قوي، ده بيبقى نسبه زياده معينه بسيطه في الجسم، وده بيكون اما نتيجه تغذيه غلط، اما وقت بعد الحمل، اما لخبطه هرمونات، وده بيكون علاجه بسهوله. لكن في سمنه تانية بيكون، وفي كمان في الاوبيس طبعا، ده نوع تاني، او الاوبيستي اللي هو السمنه زياده الوزن بنسبه عاليه، اللي هو بيعتبر سمنه مرضيه ولازم لها علاجات معينه، مش بس بالدايت، غالبا بيتدخل فيها جراحه. في السمنه نفسها في الجسم في سمنه موضعيه، ودي اللي بتركز في اماكن معينه، وغالبا بيكون في السيدات او الرجال. حته معينه من الجسم. حته معينه من الجسم. السيدات بيكون غالبا بتتركز في البطن والرجلين او الافخاد. الرجال بيتركز ممكن في الجسم بالكامل، احيانا في الصدر اللي هو زي التسجل اللي احنا بنتكلم عليه عند الرجال. وبعد سن معين او بعد سن ال40 بتتركز الدهون في منطقه البطن اللي بيسميها الكرش عند الرجال دي اكتر. فهو ده اختلاف مناطق السمنه الموجوده في الجسم. تمام. طب طرق علاج الموضعيه ايه؟ السمنه الموضعيه لها اكتر من طريقه. لو متركزه في البطن او متركزه في الجسم بيبقى لها علاج. اولا نمره واحد، لازم نعرف ان العلاج بالاجهزه فقط ده مش ما يجيبش النتيجه المرجوه، لان هو وانس ان احنا عملنا الجلسات ورحنا اكلنا تاني في البيت، او ما عملناش رياضه، او ما كانش حياتنا فيها، في بعض الناس حياتهم ما بيقدرش فيهم، ما عندهمش حركه مستمره، وده نتيجه مثلا مشكله في الركب، مشكله في المفاصل، مشكله كده، فده ما بقدرش اطالبهم قوي انهم يعملوا رياضه او يتحركوا كتير، فبشتغل معاهم اكتر بالاجهزه. بس طبعا لازم ساعدها معاها التنظيم الغذائي يعني، او الاكل او الدايت. في ناس تحتاج دايت، في ناس لا. الاجهزه عندنا رينج واسع قوي من الاجهزه، مش كل مريض يقدر يتعالج، اما سمنه يقدر يتعالج بنفس الاجهزه، لان هي بتختلف على حسب موقع الدهون في الجسم، او الدهون عميقه او بس سيلوليت للجسم، او في ايه المشكله اللي عنده بالظبط. كل مشكله لها طريقه علاج مختلفه عن الثانيه. تمام. طب بالنسبه للجسم كله بقى؟ لا، جسم كله لو هي السمنه زياده، يعني اللي احنا بنعتبرها السمنه المفرطه، يعني احنا بنتكلم على السمنه المفرطه. السمنه المفرطه الجسم كله، يعني لو الجسم كله وهي مش سمنه مفرطه، مجرد سمنه اللي هي نقول البي ام اي بتاعتها اللي هو 25 ل 30، ده احنا ممكن بنشتغل معاه بالاجهزه مع ايزر التنظيم الغذائي، او ان احنا بنمنعه من بعض اكلات بسيطه اللي فيها نسبه دهون، والفاست فود والحاجات اللي هي فيها الاكلات الخارجيه كلها، الفاست فود، المقالي، الكلام كده، مع بعض جلسات بيعملها في العياده. وبنطلب منه ان هو يمشي شويه، حتى لو ما قدرش يعمل رياضه، ده عشان خاطر يسهل خروج الدهون اللي بتتم حرقها في الجلسه. لكن في بعض الحالات اللي هي زي ما بقول لحضرتك، اللي هي بيكون فيها السمنه المفرطه، او الاوبيستي، او الناس اللي هم الاوبيس يعني، دول ما بيقدرش نشتغل معاهم، لان النتيجه الاجهزه وحتى الدايت كده مش هيجيب معاهم نتيجه كبيره، لازم جراحه. فلازم ده جراحه، في طرق جراحه كتير، في اكتر من عمليه دلوقتي موجوده، وبنشوف افضل حاجه لحالتهم ايه. طبعا دكاتره الجراحه او الجراح بيشوف افضل حاجه لحالتهم، او افضل جراحه لحالتهم ايه، وبيتم في حاجات كتير مالهاش سايد افكت، بيكون نتيجتها ممتازه. تمام. خطوره السمنه لا دي كتير قوي. خطوره السمنه هي بجميع المقاييس السمنة خطر على الجسم بالكامل. السمنة عموما
بتزود يعني في حوالي 160 مرض بيجيبوا في الابحاث في امريكا في امراض كتير جدا جدا بتسببها سمنه. لكن من اكبر مخاطر السمنه ثلاث امراض اللي هو نمره واحد السرطانات، ودي بتبقى بنسبه مثلا نقول 20 في من 16 ل 20% من او لغايه 40% احيانا من مرضى السمنه بيكون عرضه للسرطانات، وخصوصا بالنسبه للسيدات سرطان الثدي وخصوصا لما يكون في تكون او زياده تكدس الدهون في منطقه البطن بتسبب سرطان الثدي او سرطان المبايض او الرحم. كمان بتعمل المشكله الثانيه الكبيره اللي هي امراض القلب والاوعيه الدمويه، ده نتيجه تكون او وجود دهون في بتعمل انسداد في الاوعيه الدمويه في للمريض، فبتؤدي لامراض القلب عموما والشرايين. في امراض المفاصل اللي منتشره عامه دلوقتي، كل الناس عندهم مشكله في المفاصل، ودي طبعا لو في مريض سمنه وزنه عالي بيبقى وزن جسمه عالي قوي على المفاصل، حتى لو عالجناه كعلاج لامراض المفاصل او الدكتور عالجه لازم نمره واحد يقلل وزنه عشان ما يبقاش في ضغط على المفاصل بتاع جسمه. وفي امراض بقى كتير طبعا يعني في ومن اهم الامراض اللي انا بعتبرها مرض مهم جدا جدا كمان هو مش عضوي، المرض النفسي، لان مريض السمنه عامه بيكون عنده امراض نفسيه كتير جدا، يعني عدم ثقه بنفسه، عدم ثقه في ادائه في شغله، عدم قدرته على الشغل بطريقه كويسه، ده كله بيعمل له يعني بيخليه نفسيا مش متزن، فده من اهم الحاجات اللي بتخليه. وغالبا غالبا مريض السمنه بيكون مش عايز يعترف قدام الناس ان انا مريض، انا عاجبني جسمي كده، انا مبسوط كده، انا حابب كده، هو مش حابب كده، هو مش مرتاح ومش عاجبه جسمه، بس هو ما قدموش يقول غير كده لان هو نفسيا متضايق وفي ضغط من الناس عليه او ضغط على شكله، لو مش لا مرتاح في لبسه ولا مرتاح في شكله ولا في شغله، فبالتالي هو بيحارب نفسه لغايه ما يوصل للمرحله اللي يحس ان هو قفل جيله كده لو مرضيه او اي طريقه، ان لا لازم انزل، ساعتها بيلاقي اختلاف كبير جدا. طب بالنسبه للاطفال يعني السمنه فعلا كبيره، الاطفال دلوقتي انتشرت قوي السمنه بين الاطفال خصوصا في الدول العربيه، لان احنا عندنا مشكله في الفاست فود، الاطفال بياكلوا كميه فاست فود غير طبيعيه، كميه حلويات مفيش رقابه عليها، فانتشر موضوع سمنه الاطفال، وطبعا دي فيها خطوره جدا للاطفال. اولا طبعا خطوره نفسيه نمره واحد، لان بيحصل تنمر للطفل في المدرسه، بيحصل لما يروح النادي، لما يروح كده احيانا تلاقي اطفال يقول لك انا مكسوف اروح النادي، بيتفرجوا عليا وانا بلعب لان وزني عالي ومش قادر العب، بيتحرم حاجات كتير قوي، بيتاثر، بيبقى الشباب او الصبيان الاولاد الصغيرين عايزين يلعبوا كوره مش قادرين لان وزنهم تقيل. من اهم الامراض الاطفال اللي بيجي لها مباعه سمنه غير الامراض زي ما قلنا النفسيه او العضويه، اهم الامراض السكر، انتشر جدا سكر الاطفال، وسكر الاطفال ده نتيجه طبيعيه، هو بيجي من ناحيتين، احيانا وراثي، احيانا مشكله في البنكرياس او فيروسي او كده، واحيانا كتير اي من السن مرضى الاطفال اللي عندهم سن عرضه بشكل كبير جدا جدا لمرض السكر الاطفال، وسكر الاطفال دي من انواع السكر اللي هي فيها يعني علاجها صعب وبتستمر غالبا معاه مده كبيره جدا، بيستمر طول العمر بيها، فده من اهم مخاطر السمنة على الاطفال. بنشوف اطفال كتير يا دكتور، يعني ممكن طفل بياكل كتير ومش طالع عليه، والطفل التاني بيقول لك انا ما باكلش اصلا، ويعني بيبقى طالع، هل ده وراثي ولا هرمونات متلخبطه؟ هو بص هقول لحضرتك على حاجه، هرمونات متلخبطه وده شيء فيها نتكلم عليها طبعا. هو احنا بدايه احنا عشان نعرف بصرف النظر عن ان احنا بنشوف البي ام اي بتاعه الجسم ونحدد المريض ده هل هو مريض سمنه ولا هو اوفر ويت ولا هو اوبيس ولا ايه، لا احنا كمان لازم نعمل تحاليل، لان في ناس هم الموضوع عندهم مرضي اكتر منه عادات غذائيه غلط او ان هو كسول او كده، بقى عنده لخبطه في الهرمونات كده. الاطفال هرموناتهم لسه يعني احنا بنتكلم في سن البلوغ، لما بنتكلم عن موضوع الهرمونات في بعض في جين دي نوع مهم قوي من سمنه الاطفال وخصوصا في البنات، ان وقت سن البلوغ بيبدا الجسم يختلف نهائي لان الهرمونات بتتلخبط، فبيحصل زياده في الوزن لو ما خدناش بالنا منها بتعمل زياده الوزن بشكل غير طبيعي، وهو الطفل ما بيبقوش عنده درايه كامله بمخاطر السمنه او كلام، هو عايز ياكل ويتبسط. لكن طبعا في نسبه الحرق بتختلف من طفل لطفل ومن انسان لانسان عموما، في اطفال بياكلوا جسمه معدل الحرق عنده كويس كل حاجه طبيعيه، عشان كده احنا من ضمن التحاليل اللي بنعملها نعرف منها معدلات الحرق، يعني نشوف الغدد، هي الغدد كتير بتاثر كان بصرف النظر عن الهرمونات، هنقول الاطفال اكتر بتاثر عليهم الغدد لو في مشكله في الغدد اكتر من الهرمونات، بتبدا من سن البلوغ فبعد كده، لكن الغدد هي اللي بتاثر احيانا على سمنه الاطفال.
تمام. طب بالنسبه للسيدات خطوره السمنه شكلها ايه؟ ما احنا قلنا، احنا قلنا في الاول ان السمنه خطر على كل الناس، لكن هو بتختلف خطورتها من انسان لتاني بالظبط، او من جنس الاخر مثلا. هو اكتر خطوره للسيدات اللي هي زي ما قلت لحضرتك تكدس السمنه عامه في السيدات بيكون في منطقه البطن، ودي بتسبب سرطانات بنسبه كبيره جدا جدا في موضوع ال 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 سرطان الصدر والثدي وسرطان المبايض والرحم. نمره واحد. نمره اتنين بالنسبه للسيدات اللي هم او حابين حمل، متجوزين جداد حابين حمل، طبعا بتاخر الحمل، بتاخر بيبقى في خطوره على الانجاب، بيبقى وقت الحمل في خطوره كبيره جدا جدا على السيده الحامل في موضوع ان يجي لها تسمم حمل او ارتفاع السكر او زلال او ضغط الدم. تكيس مبايض برضو. تكيس المبايض ده اساسا هو في الاساس بيؤدي الى السمنه. يعني لو حد عنده من ضمن برضه التحاليل اللي بنعملها ان احنا لازم نعرف اذا كان البنت بعد فتره البلوغ وزادت فجاه هل هي عندها تكيس مبايض ولا لا؟ فهي لو عندها تكيس مبايض لازم يتعالج، ولما بيتعالج غالبا بتخسر جزء كويس جدا من وزنها مع التنظيم الغذائي. لكن هو طبعا السمنه بتاثر على كل هرمونات جسم السيدات يعني، فبتاثر على الحمل، بتاثر على الولاده، بتاثر على نفسيتهم زي ما قلنا. ودي انا بالنسبه لي النفسيه من ضمن الحاجات المهمه جدا 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 اللي بتاثر على البني ادم، لان هو او الانسان، لان هو لو نفسي لو هو متصالح مع نفسه او نفسيته كويسه ومش متضايق من موضوع السمن ده، او هو مش او يقدر يعني بيقدر يبقى عنده الاراده. الاراده بتنتهي نهائي لما يكون نفسيا مش مرتاح مع نفسه، او حاسس ان هو لا يعني انا مش راضي عن نفسي ومش عايز يعترف بكده، فبالتالي ما بيكونش عنده اراده ان يخسر وزن الزايد. تمام. كيفيه علاج السمن عند الاطفال؟ الاطفال ما عندناش شغل كتير قوي معاهم في علاجات السمنه. علاجات السمنه اول طب النمره واحد لازم نعمل لهم تحاليل، وتحاليل كويس قوي ان احنا نشوف الغدد عندهم عامله ازاي، نشوف هرمونات جسمهم عامله ازاي، نشوف نسبه الحديد، نسبه، لان الطفل الشغل معاه صعب جدا. تمام. ان جسمه بيتبنى ومحتاج الاكل، محتاج عدد سعرات معينه مختلف عن اي حد تاني. ما نقدرش نشتغل معاهم بالاجهزه. هو لازم يتعمل له تنظيم غذائي او دايت، وتنظيم الغذائي في الطفل غير الكبير، لان بياخد عدد وجبات عاليه يوصل احيانا من 5 7 وجبات، لازم ياخد كل العناصر الغذائيه اللي محتاجها الطفل. يبقى في مراقبه. النمره واحد واثنين وثلاثه بالنسبه للاطفال الرياضه، حتى لو هو وصل ان يبقى مريض سكر، لو هو عمل رياضه او مشى شويه او دخلناه جيم او لعب كوره او ده بيأثر عليه بشكل كبير جدا مع التنظيم الغذائي. لكن غير مسموح في السن الصغير ان احنا لا نعمل اي علاجات زي ميزو او كده، الا في حالات، بعض الحالات اللي بيكون عندهم سكر اللي هو سكر الاطفال ونسبته شويه عاليه او خطر مش قادرين نسيطر عليها، فده بيتعمل له بعض العمليات اللي هي عمليه السمنه الاساسيه، بيحددها الدكتور الغدد مع الجراحه، وزي مثلا الباي باس زي كده، بيأثر قوي ان بيروح السكر من الطفل 100% تقريبا. لكن هو يعني اهم حاجه زي ما قلنا تنظيم الغذائي مع الرياضه بالنسبه للطفل. يعني الاجهزه مش مسموحه؟ لا، الاطفال غير مستحب ان احنا نعمل لهم اي اجهزه او ياخدوا اي ادويه. تمام. اهميه البلازما في علاجات السمنه. هي البلازما اساسا مش بتعالج السمنه قد ما بتعالج الاثار الجانبيه للسمنه. يعني احنا لما بنيجي نعمل بلازما بنخلطها مع الميزوثيرابي او الميزوفات، وده عشان علاج الاثار الجانبيه. ايه الاثار الجانبيه للسمنه؟ اللي هي ايه؟ واحد مثلا عنده اوريدي مليان وخس، واحد عمل عمليه وفقد وزن كبير جدا جدا فعنده ترهلات، ست عندها بعد الولاده حصل لها ترهلات في منطقه البطن، فالبلازما اللي بتعمله هي بتنشط الكولاجين والالستين في الجسم، بتنشط الخلايا الجديده اللي بتساعد على ان بيبقى فيها حاجه اسمها الاسترتش مارك الموجوده بعد او الترهلات والاسترتش مارك، بتزود نسبه الكولاجين، فبتبني الخلايا من جديد، بتحسن مظهر الجلد. لكن هي لا استخدامات تانية اكتر. طبعا هي لما نقول برضو في وقت خساره الوزن، وقت احنا بنعمل دايت لخساره الوزن، لازم نستخدمها للبشره، لان بيحصل ترهلات برضو في البشره، فقدان الكولاجين والالستين، فبنستخدمها للبشره، بنستخدمها للشعر، لان بيحصل تساقط في الشعر بشكل كبير جدا في عمليات السمنه، فده بيستخدمها عشان يساعد على ان احنا بنوقف تساقط الشعر وبنعمل اعاده انبات. فده الاستخدامات، لكن هي مش بتعالج السمنه بحد ذاتها، هي بتعالج الاثار المترتبه على السمنه وعلاجات السمنه. تمام. انواع الاجهزه اللي بتستخدمها في التخسيس؟
اجهزه التخسيس هي كتير قوي، وطبعا زي ما قلت لحضرتك مش كل حد نقدر نستخدم له، ما ينفعش ادي كل الناس نفس الكورس. طبعا لان في ناس عندهم زي ما قلت لحضرتك سمنه موضعيه، في ناس عندهم دهون يعني مش عميقه، في ناس عندهم لا دهون داخليه. لكن هو عامه الانواع الجديده اللي طالعه في المنتشره في السوق والتقنيات الجديده اللي طالعه، اهمها دلوقتي الكرايو واللايبو ليزر او الليزر عموما. في نوعين من الليزر، هو الليزر بالد والليزر، في نوع تاني من انواع الليزر برضو. في برضو من الليزر الحاجات اللي بنستخدمها في السمنه الفراكشنال، وده بيستخدم بعد السمنه مش اثناء يعني برضو عشان يعالج الترهلات ويعالج الستريتش مارك. عندنا ال بي جي، عندنا الكابيتيشن، عندنا اللايبو ليزر، عندنا الار اف، عندنا حاجه اسمها الكترو باد، وده بيعمل اعشاد العضلات. عندنا في اجهزه رينج كبير قوي من الاجهزه، وبيختلف على حاله المريض ده الموجود ونسبة في المركز عندك؟ اغلب الاجهزه دي موجوده تقريبا او كلها تقريبا موجوده عندك. كلها في كيرزون. تمام. طب المفيد في الرياضه ولا الاستخدام الاجهزه بعد الجراحات؟ بعد الجراحات احنا لو احنا برضو بنتكلم على الجراحه. يعني احنا في انواع جراحه بتكون شويه سهله، يعني مثلا احنا لو قلنا مثلا التكميم او السليف، دي جراحه بنخسر فيها وزن، بس بيبقى شويه خساره الوزن يعني تدريجيه بالظبط. فبيكون احنا بنقدر ان احنا نعمل لهم يا رياضه لو هي جسمها كويس ما عندهاش زياده قوي في الوزن. هو طبعا الرياضه دي احنا المفروض نحطها نمره واحد يعني في حياتنا عموما. في حاله ان احنا حتى مش قادرين نعمل رياضه كامكانيات ان احنا نروح جيم، او ك عندي مشاكل في الركب، عندي كلام ده، يبقى على اتليست ان احنا نعمل مشي نص ساعه. فالرياضه دي احنا لازم نعملها، لو خصوصا لو رباط البيوت اللي مش بيشتغلوا، او لو حد شغله مكتبي ما فيش حركه خالص، فبالتالي لازم نتحرك، يعني لازم يعمل يمشي نص ساعه، يمشي كده. فده يعني ده اقل حاجه من الرياضه اللي ممكن نعملها. لكن الاجهزه الرياضه هتعالج يعني هتظبط الجسم بالكامل، لكن هي لا يعني صعب قوي انها يعني مثلا هتلاقي مثلا نقول تكتل بعض الدهون او تجمع بعض الدهون في البطن، الرياضه دي مش هتعمل حاجه لمنطقه البطن، فهي لازم يبقى في علاج موضعي للمنطقه دي. فانت مع الرياضه برضه مع الرياضه برضه مع الرياضه طبعا مع الرياضه. احنا حتى لما بنعمل اجهزه تملي بقول لا احنا بعد ما نخلص الجلسه يا ريت واحنا ماشيين نروح مشي نمشي نص ساعه. ليه؟ لانك انت بتعمل اذابه للدهون بالاجهزه دي. طيب الدهون اللي تم اذابتها هتخرج بره الجسم بالزبط. هل انا النهارده لما امشي اعرق واشغل الليمفاتيك سيستم عندي والعرق والكلام ده الدهون هتخرج اسرع ولا وانا قاعده؟ طبعا لما اتحرك اكتر. فكل ما بتعمل انت رياضه بتتحرك اكتر يبقى خروج الدهون اللي تم اذابتها من الجسم بنسبه كبيره او بنسبه 100% هيتم خروجها من الجسم. انا لو ما عملتش رياضه هتاخد وقت، سوري ما عملتش الاجهزه هتاخد وقت ان الدهون دي تعمل لها اذابه او انها تخرج او تتكسر. بس لكن لو عملتهم الاثنين مع بعض، وانا بقولش رياضه اللي احنا نروح جيم ونقعد ثلاث ساعات، هو يفضل يعني لو حد قادر، بس اللي هيقدر يعمل كده مش هيتجه للاجهزه غير في اماكن معينه. لكن في ناس ما بتقدرش، يعني في السيدات كبار في السن، في سيدات عندهم مشاكل لا قدر الله بعد حوادث حصل لهم زياده، في سيدات عندهم مشاكل في الركب، في ما يقدروش يعملوا رياضه. فبالتالي بنعمل لهم الاجهزه، او عندهم سمنه في منطقه معينه مهما عملت رياضه تيجي تقول لك انا مهما عملت رياضه بطني ما بتروحش بالظبط. فده لازم علاج موضعي للمنطقه دي بالاجهزه. بعض السيدات عندهم السيلوليت او التشققات، علاجها ايه؟ شوف حضرتك المشكله دي مشكله الناس كلها، وغالبا يمكن في مصر وبره مصر، بس يعني ممكن تلاقي برضه هي طبعا نتيجه عدم شرب الميه كتير، نتيجه بيبقى في ناس عندهم بعض الاحيان نحافه وعندهم ده بقول لحضرتك، ما دي نتيجه العادات الغذائيه الغلط، وفي ناس هو جلدهم يعني بطبيعه جلد برضه او طبيعه جسم. مش شرط ابدا ان يكون مريض، يعني هو عنده سمنه عشان يبقى عنده الاسترتش مارك او عنده السيوليت، هما الاثنين دول بيبقى في الاغلبيه السيوليت كان بيجي للناس كمان حتى اللي وزنهم قليل، يعني اللي هما البي ام اي بتاعهم مثلا من 18 ل 24 ده يعتبر رينج طبيعي. بس ده لازم اولا نشرب ميه كتير قوي، لازم ناكل اكل فيه الياف كويس، يعني نسبه الالياف تبقى عاليه قوي، ندخل في اكلنا الفاكهه والخضار بنسبه كبيره جدا جدا، نبعد شويه الميه طبعا مهمه جدا على الاقل 3 لتر في اليوم. نبعد شويه عن الدهون، بلس ان في اجهزه بتساعد على علاج بالنسبه للسيوليت، في اجهزه بتساعد على علاجها زي ال بي جي، ده من انجح الاجهزه اللي بتساعد على علاج السيوليت في الجسم. زي الفيلا شيب، لان الفيلا شيب فيها ار اف، فيها كابيتيشن، فيها ال بي جي، فيها اكتر من حاجه بيساعدوا على علاج السيوليت.
في عندنا الميزوثيرابي بيساعد على علاج السوليد. التشققات دي عامه بتكون بعد في ناس عندهم سمنه ما تمش علاجهم في عندهم تشققات، بس هي غالبا بيكون بعد العمليات الجراحيه للسمنه او بعد الولاده، الحمل والولاده، او بعد ما واحد خس شويه يلاقي جسمه عنده الاسترتش مارك. فيها الاسترتش مارك له طرق كتير، بتعالج بالبلازما، بتعالج بالميزوثيرابي، بتعالج بالال بي جي، بتعالج بالفراكشنال. ففي اجهزه كتير جدا جدا بتعالجهم. دول علاجهم مهما عالجنا، نقول لو اتكلمنا على الاسترتش مارك العلاج بتاعه بالذات بيكون نسبي، لانه ما ينفعش تعالجه اكتر من 70%. يعني احنا مثلا الخطوط دي لما تكون لونها او الشقات دي لونها بني شويه كده، بتكون لسه في المرحله اللي انا اقدر اعالجها فيها، اذا كان بالاجهزه ولا بالليزر ولا باي طريقه. طب 70% لكن ليه؟ سوري 70% ليه؟ 70% هقولها لك ليه، لان ده اساسا بيحصل اساسا هو الجلد او العضلات والجلد بيحصل فيهم التشققات، احنا بنسميها تشققات. فهو تم يعني عمل زي بعد قلت نسبه الكولاجين والالاستين في المنطقه دي، مما ادى ان يحصل التشقق الموجود او الاسترتش مارك الموجود. ده اساسا انك انت ترممه زي اكنك كسرت حاجه، انك ترممه وترجعه تاني صعب، لكن هو انت بتحسن شكله، بتحسنه بنسبه 70%. التحسين ده بيجي عن طريقه انك انت بتزود نسبه الالاستين الموجوده والكولاجين وبتحسن الجلد نفسه. لكن هو خلاص اوريدي المنطقه دي زي اللي بتعمل سكار مثلا بيروح بنسبه معينه، المنطقه دي حصل فيها التشققات دي، فهتروح هي بتبقى شكلها بني او مايله للسواد شويه او حمار. لما بتعالجها في المية في المية بتبقى لونها ابيض في خط الفرفيع فاتح، نسبيا ما بتكونش واضحه. لكن علاج اللي يجي يقول لك انا هعالج لك التشققات 100% طبعا ده كلام فارغ، عمرها ما تعالج مع الوقت ولا مع الوقت يعني بتفضل ولا موجود. مع الوقت ماكسيموم 70 75%. هو التحسن بيبقى رائع والشكل مختلف نهائي، بس ده الماكسيموم بتاعها. سمعنا عن تقنيه جديده لتفتيت الدهون اسمها تجميد الدهون، الكرايوثيرابي. الكرايوثيرابي دي يعني بقى لها كام سنه بره يعني في العالم كله، ومصر برضو بقى لها تقريبا 3 4 سنين في مصر. وهي يعتبر من التقنيات الناجحه قوي في علاج السمنه. فيها عيوب فيها ميزات. طبعا ميزاتها انها فعلا بتعمل تجميد للخلايا الدهنيه، وبيتم التخلص من الخليه الدهنيه دي مع الوقت. هي طبعا النتيجه مش بتطلع يعني المريض المنتظر ان انا النهارده اعمل الجلسه فهلاقي الفرق النهارده، هيلاقي فرق وده فرق بيعتبر كاذب لما الاقيه النهارده. ليه؟ لان انا عندي اوريدي دهون وتم تفتيتها، وبعمل مع غالبا هو لازم يتعمل مع حاجه اسمها الكافيتيشن والار اف والفاكيوم عشان نساعد ان هنقول ايه المرحله بتاعته بعد كده. لكن انا لما اعمل الكلام ده كله، فنسبه الميه اللي في الجسم بعد التجميد، بعد ما تم تجميد، انت عندك خليه دهنيه اخدت مساحه معينه تم تجميدها النهارده عشان تتكسر، بنسبه كبيره ان احنا بنجمد دهون بنسبه يعني 100%، بتخرج تقريبا 70% بتخرج من كام تحت الصفر؟ 8 8 تحت الصفر بالنسبه لي. 8 تحت الصفر. 8 تحت الصفر تمام. فده بيتم تجميد الدهون النهارده. لما الخليه الدهنيه اخده مساحه معينه، لما تتم تجميدها بتقل بتموت الخليه نفسها بتموت. انا بتكلم في نفس، احنا بنتكلم على نفس الاسبوع عشان الناس تكون هي عارفه رايحه، مش ما تقولكش انا والله النهارده كنت عملت الجلسه لقيت نفسي بعد الجلسه جسمي قل شويه، بس تاني يوم او ثالث يوم او الاسبوع اللي وراه لا جسمي مش باين قوي. ليه؟ لان النهارده انا عملت انكمشت نتيجه الخليه الدهنيه او المنطقه دي انكمشت وصغرت نتيجه ان الميه خرجت منها، مش بس الدهون، الميه الموجوده خرجت منها. فطبعا حسيت ان الحجم الخليه قل، فبالتالي منطقه قلت. لكن مش بعد كده يومين ثلاثه تشرب ميه الكلام ده هيبقى الموضوع طبيعي. لكن امتى بتاخد النتيجه النهائيه؟ بعد 3 اسابيع تقريبا بتلاقي النتيجه ان فعلا انت تخلصت بنسبه 70% من الخليه الدهنيه، حصل تجميد لها، لان بيكون درجه زي قلت لك البروده عاليه تحت 8 تحت صفر، حصل تجميد لها، والتجميد ده عمل تفتيت للخليه. ومع بقيه الاجهزه اللي احنا بنشتغلها في الكرايو بتخرج من الجهاز الليمفاوي او الليمفاتيك سيستم بطريقه امنه، ولذلك بتاخد لها حوالي 3 اسابيع شهر، 3 اسابيع، من 3 اسابيع لشهر. التجميد طريقه امنه ولا لا؟ طبعا امنه لاغلب الناس. هي طبعا زي اي اجهزه، في بعض ناس ممنوع ان احنا نشتغل معاهم في يعني جميع اغلب الاجهزه يعني ممنوع تشتغل معاهم، مش بس التجميد. مرضى القلب لازم يكون هم
معه يعني الدكتور سمح لهم، ان في مرضى قلب بتختلف حالتهم سمح لهم بحاجات زي كده يعني انهم يقدروا يعملوا الجلسات دي. مرضى سرطانات طبعا، الناس اللي عندهم مشاكل في الاوعيه الدمويه لان بتعمل تجميد، فانت ممكن تاثر، هي ما بتشتغلش على الاوعيه الدمويه نهائي، بس هو يعني مع خروج الدهون وكلام من ده فممكن تعمل مشكله لو انت لو حد عنده ضيق في الاوعيه الدمويه تعمل لهم مشاكل. الناس اللي عندهم جلطات، هيستوري في الجلطات قبل كده، مشاكل الكبد، مشاكل الكلى، لان ده كله بيعتمد على خروج الدهون من الجسم. ازاي بتخرج؟ عن طريق الغده الليمفاويه وعن طريق الكبد والكلى. فطبعا لو الكبد او الكلى فيها مشكله اساسا فاحنا بنتعبها اكتر بتفتيت الدهون بطريقه معينه عشان بيبقى فيه لود عليها انها تخلص من الدهون دي. فيفضل يكون سليم او على الاقل لو هو مريض باي حاجه يروح يعمل الاول للدكتور بتاعه، الدكتور بطن او دكتور عام، ينصحه بحاجه زي كده ان اوكي احنا نقدر نعمل الجلسه دي او لا، وبعدين بنشتغل معاه. طب الحالات اللي تلجا للتجميد ايه؟ اي مريض سمنه موضعيه ممكن يلجا لتجميد الدهون، يعني لو زي ما قلنا لو الحد عنده زياده كبيره قوي في الوزن او اللي هو الاوبيس ده ما نقدرش نشتغل معاه في اي حاجه، لان انت يعني جسمه مليان كله بنسبه كبيره، حتى بدون هتروح فين؟ ما هتعمل لود غير طبيعي على زي ما قلت حضرتك الكلى وعلى الاوعيه الدمويه وكده. لكن لو مثلا حد عنده سمنه في منطقه البطن بنستخدمها في الابخات، في الايد، في الظهر من ورا، في اي مكان، حتى في الدبل تشين اللي هو المنطقه دي بنقدر نستخدم فيها. موضعيه يعني؟ موضع اي سمنه موضعيه في اي مكان اقدر اشتغل معاه بالكرايسيرابي. تمام. طب المناطق اللي بيتم تفتيت الدهون منها ايه؟ ما انا قلت حضرتك تفتيت الدهون باي جهاز، بالكرايو ولا عموما؟ لا بالكرايو. بالكرايو ما بقول حضرتك ممكن البطن، ممكن الساي او منطقه الوسط والاجناب، منطقه الافخاد، منطقه الدراعات، الدبل تشين او اللغد. في بعض الناس بتلاقي في الظهر مناطق كده بيبقى في تكون اكياس دهنيه في الظهر، او يعني بيبقى منظر الظهر من الخلف فيه نسبه دهون عاليه، فده ممكن نشتغل اي مكان في الجسم امن ان احنا نشتغل عليه بالكرايوثيرابي. بس المهم ما اضربش المناطق اللي فيها عظم جامد او الكلام ده زي الركبه زي المناطق دي، لان بيبقى هو اوريدي نسبه التبريد بتاعه عالي جدا جدا فبيأذي الاماكن دي. طب الخطوات التبريديه اولا احنا بيجي لنا الاول المريض، طبعا احنا قبل ما نبدا اي حاجه اي جلسات لازم نطلب من المريض اللي بيبدا او اللي جاي يعمل الجلسه ان احنا تحاليل معينه عشان اضمن ان هو سليم. وممكن يجي يقول لي انا سليم وهو عنده مشكله، او هو عنده مشكله مش عارفها. فاضمن ان هو سليم بيعمل التحاليل، اضمن بعد التحاليل بعد ما نقول اوكي كل حاجه تمام بنبدا الجلسه. الجلسه تقريبا بتاخد حوالي ساعه ونص، من ساعه لساعه ونص. بيبدا بالمكان كله، بننظف المكان بجيل خاص او اللي هنشتغل عليه، في زي شيت بيتحط على الاماكن اللي هنشتغل عليها عشان ما يحصلش حرق. لان برضو التبريد بيعمل حرق زيه زي الحراره العاليه زي الحرق. فعشان ما يحصلش الحرق بحط الشيت ده وبحط جل، بنحط الجهاز عليه لمده 20 دقيقه. في بعض الناس او بعض دكاتره بيستخدموا الجهاز ده لوحده، انا طبعا ما انصحش بكده. هو لازم بعديها بنستخدم الكافيتيشن علشان يخلق الدهون، الدهون اتجمدت، فعشان تخلق تطلع تخرج بره الجسم بسهوله انت عايز تعملها زي التخلص منها او تكسرها نهائي من الجسم. فالكافيتيشن او الموجات الكافيتيشن الترا ساوند بيخرج الدهون دي بسهوله اي بره الجسم. وبعد كده بنستخدم الار اف ده عشان اللي هو الراديو فريكونسي، دي موجات عاليه التردد عشان تساعدنا على شد الجلد، وبتساعد قوي ان ما يحصلش ترهلات بعد كده. وفي بعد الراديو فريكونسي بنعمل بعديها بنعمل حاجه اسمها فاكيوم، اللي هي زي ال بي جي او الفاكيوم. هو مش ال بي جي غالبا بيكون فاكيوم. الفاكيوم ده عشان اساعد ان انا اشيل الدهون اللي تم تكسيرها واوصلها للمصادر خروجها اللي هي الليمفاتيك سيستم في الجسم، الغدد الليمفاويه، عشان تخرج بسهوله من الجسم فما تبقاش فيها لود على الكلى او الكبد زي ما قلنا. تمام. وبعدين بعد كده بنلجا اخر حاجتين، يا اما اللايبو ليزر، كل ده في نفس الجلسه، او الالكتروباد او الذبذبات. اللايبو ليزر في حاله ان بيبقى ترهل نسبته اعلى، يعني سمنه مع يعني في دهون مع نسبه ترهل اعلى في الجلد، فقط في الجلد، فتلاقي اللايبو ليزر بيساعد ان يحسن ملمس الجلد، يضيع الستريتش مارك، يساعد على كده، وفي نفس الوقت بيحرق الدهون وبيخرجها بيخليها سائله فبسهوله جدا تخرج. لكن اللي بنلجا له للالكتروباد او جهاز الذبذبات ده بيكون عنده مشكله مش بس في
في في الجلد بيكون اكتر في العضلات، بان ترهل في العضلات مثلا عضلات البطن، عضلات الدراعات، خاسف ده بيعمل بيدي زي ذبذبات عاليه شويه، بتدي زي اكنه بيشتغل رياضه، يعني بتعمل انقباض وانبساط للعضلات اكنه عمل رياضه، يعني اكنه مثلا قلنا عملنا نص ساعه رياضه بعد الجلسه، فبتساعد على شد العضلات. تمام. طب الاعمار نكمل؟ طبعا بعديها لازم يشرب كميه ميه كويس، على الاقل من قبلها يشرب كوبايتين ميه، بعديها 3-4 كوبايات ميه عشان يساعد على خروج الدهون. الاعمار ملهاش اعمار محدده، من بعد فتره البلوغ بعد 18 سنه تمام اي حد ممكن يعملها. يعني الاطفال لا برضه؟ يعني اطفال لا. اطفال لا. طب مميزاته ايه؟ مميزاته نمره 1 و2 و3 انه بتخلص من الدهون المتخزنه في الجسم في المناطق في, في 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 اماكن تخزين احنا ما نقدرش نشتغل معاها في حاجات تانية او السمنه الموضعيه زي ما قلنا. طب ليه اضرار ولا لا؟ هو ملهوش نهائي اضرار، غير لو حد اوريدي زي ما قلنا عنده حاجه مرضيه في الكبد او الكلى، او خصوصا يعني جلطات عشان ما يعملش انسداد في الاوعيه الدمويه، لكن هو غالبا فيري سيف. طب طبعا انت قلت من بعد 3 اسابيع بيبدا يبان ان فعلا تكسير الدهون واضح على الجسم. هل ده بنسبه حالات مختلفه نسبه الدهون في الجسم ولا على كل الحالات؟ على كل الحالات، على كل الحالات بتبدا من بعد 10 ايام ل3 اسابيع بنتخلص تدريجيا من الدهون المتخزنه او اللي تم تكسيرها. عشان كده احنا المنطقه الواحده ما نقدرش نشتغل عليها غير من مره، بعدين بعديها من اسبوعين ل3 اسابيع بعدين بس ممكن نشتغل كل اسبوع في منطقه ثانيه، يعني ممكن تعمل كرايو ده مثلا كل اسبوع. المشكله مش انك بتعمل الكرايو على الجسم، المشكله ان المنطقه دي محتاجه الفتره دي عشان تخرج نسبه الدهون الموجوده فيه، لان لو انا النهارده كسرت الدهون مثلا اقول في البطن تمام وما استنيتش الفتره المطلوبه اللي هم 3 اسابيع واشتغلت بكراي تاني، فهو ده هيعمل ممكن يعمل يعني التهابات في منطقه البطن او في الغدد الدهنيه او كلام ملوش اي لازمه. فاحنا بنستنى الفتره لما يرتاح المنطقه دي ويرتاح الغدد الدهنيه تخلص الدهون الموجوده فيها كلها، نبدا بعد 3 اسابيع الجلسه اللي ورا. تمام. طب الارشادات اللي بعد ما يتم تفتيت الدهون؟ الارشادات زي ما قلت لحضرتك احنا طبعا هو يفضل ان احنا نعمل السيشن كامل، ما ناخدش بس كراي وخلاص، نعمل السيشن كامل عشان نسهل خروج الدهون من الجسم او الخلايا الدهون اللي تم تفتيتها من الخلايا الدهنيه خلاصها من الجسم. مهم قوي 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 ان احنا نشرب كميه ميه كويسه عشان دي اللي ده الموصل او الحاجه اللي بتشيل الدهون الموجوده في الجسم عشان تخرجها بره الجسم عن طريق الليمفاتيك سيستم او عن طريق الكلى او عن طريق الجهاز البولي، بيخرج كل الدهون دي. ممنوع ناكل فاست فود طبعا، او ما ينفعش اعمل جلسه النهارده واروح البيت مثلا اكل بطاطس مقليه او اكل اي فاست فود او كده، لا. فيفضل ان احنا نمتنع نهائي على اكل الدهون او بنسبه نظام صحي. صحي نظام صحي. انا مش بقول دايت بس بقول ان احنا على الاقل انا بفتت الدهون، انا بخلصك من دهون، فما ينفعش ان انا اعمل لك ريبليسمنت للدهون في نفس اليوم يعني او في نفس الاسبوع، لا انا لازم اخرجه، ما اديش الجسم بداله عشان هو يحرق الدهون الموجوده. بنسمع ان الدهون السكريات بتكون تفتيتها صعب. الدهون السكريات لا، هو اغلب الدهون هي دهون كلها واحد، هي في بعض بعد بعد سكريات بتتحول لدهون. ودي هو اخطر انواع الدهون واوحش انواع الدهون على الجسم اللي هي الدهون المشبعه بالزبط. اللي بياكل اللي هو عشان كده بقول فاست فود لا، فالدهون المشبعه كل الفاست فود فيه دهون مشبعه، فالدهون المشبعه دي هو اللي تفتيتها صعب جدا 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 وبتعمل خلايا دهنيه بتخلص منها بصعوبه، غير ان فيها خطوره جدا جدا زي ما قلنا على الاوعيه الدمويه وعلى القلب وعلى الجسم بالكامل. تمام. طب الامراض اللي بتصيب السمنه النفسي والجسماني واحده واحده كده تصيب مريض السمنه؟ نبدا بالنفس بالامراض النفسيه والامراض كده. بص هو انا زي ما بقول لحضرتك تاني ان اهم حاجه في المريض اهم اخطر حاجه لمريض السمنه الحاله النفسيه، لان هو غالبا ما بيكونش عنده وخصوصا عندنا في الدول العربيه احنا مش متقبلين الحته دي قوي، يعني الناس عايزه تبقى بيرفكت في كل حاجه بالظبط، فغالبا ما بيبقاش عنده تصالح مع نفسه، يعني انا حاسس ان في حاجه ناقصاني، انا بجيب لبس مش عارفه البس اللبس ده، انا مش عارفه اشتغل بطريقه معينه واروح واجري واروح لان انا وزني تقيل فبتعب، انا مكسوفه اروح الجيم عشان انا وانا بشتغل بيبصوا لي ان انا زياده قوي في الوزن فلازم يكون اللي حواليا كلهم زيي، البنات وشكلها ومظهر، فده كله بيبقى عامل نفسي للاسف انه مش بيدي دفع للمريض السمنه ان هو لا انا لازم اتخلص من السمنه دي، انا لازم اعمل حاجه، لازم اعمل دايت، لازم كده، لا اللي هو بيجيب له احباط، الاحباط ده هو اللي بيعمل له ان انا بيعاند نفسه، ده تقول له والله انت ليه مليان في الوزن، شكلك مليان خس شويه، ده لو حتى قال له مش المفروض نقول كده طبعا،
بس لو بطريقه لطيفه ووضحنا له كذا او الكلام ده يقول لك لا انا مبسوط، انا بحب جدا جسمي كده. هو طبعا داخليا متدمر، فطبعا ده بيخليه نفسيا متدمر في كل حاجه، او مش مبسوط، او ما عندوش عنده احباط، فما عندوش الاراده انه يعمل دايت او انه يروح يعمل رياضه او كلام من ده. لغايه ما قلت لحضرتك بيجي له وقفه في حاجه كده من عند ربنا، بتيجي حاجه بقى، بيحس مثلا بنت هتتجوز، شغل راح منه عشان جسمه، عيا، اي حاجه، في وقت معين بيحس لا انا كنت بعمل في نفسي كده ليه. فهو وبتلاقي نفسيته كاملا اختلفت، ثقته في نفسه اختلفت، طريقه كلامه، طريقه ادائه، طريقه لبسه، طريقه شغله، كل حاجه. هو نفسه يعني بقى متصالح مع الناس، متصالح مع نفسه، بيساعد الناس. فده مهم جدا نفسيا يعني، وخصوصا في الاطفال، لان الاطفال عندنا موضوع التنمر واحنا بنتكلم فيه، يمكن كل السوشيال ميديا بتتكلم فيه دلوقتي ومهتمين بيه جدا. موضوع التنمر في المدارس ده كبير جدا جدا في كل حاجه. الاطفال اذا كان عندهم حاجه مرضيه في طريقه التلعثم في الكلام ولا وخصوصا الاكل يعني يقعدوا يتريقوا عليه، انت شكلك كده، انت جسمك مش عارف ايه، انت فده بيعمل الاطفال احباط. وبرده بيخليه ناس كتير قوي الاحباط والحاله النفسيه بتخليه ياكل اكتر. يعني في واحد يقول انا متضايق اكون متضايق ما اكلش، ده مش هيدخل، ما اخافش منه. لكن في واحد يقول لك انا لما اكون متضايق اكل، بطلع همي في الاكل، فده طبعا بيزيد في الوزن طبعا. في ناس بيبقى حاله نفسيه تجيلها لدرجه ان انا لما يكون متضايقين ومتضايقين الموضوع ده، تلاقيه نفسيا متضايق، ينام، يصحى وهو نايم يروح الثلاجه ياكل ويخش ينام غير ما يحس انه اكل. دي مصيبه، دي لوحدها يعني حاجه، ده مرض، بيبقى فعلا مرض نفسي. وده بيبقى يعني لو هو نفسيا مش مظبوط بيحصل له الموضوع ده. ففي بيأثر عليه من جميع النواحي. ففي الأطفال مهمة جدا جدا زي ما قلنا، مش بس الناحية العضوية، الناحية النفسية، عشان عشان التنمر في المدارس، وعشان التنمر في النوادي والكلام ده. وكل ما الطفل يبقى عنده ثقة في نفسه بيكون حياته أحسن يعني. أما بالنسبة للمشاكل العضوية، احنا قلنا مشاكل عضوية كتير جدا جدا. أنا من رأيي إن أهمها السرطانات، نسبة السرطانات عالية جدا. بالنسبة للستات، سرطان الثدي، سرطان المبايض، سرطان الرحم، وخصوصا زي ما قلنا في وقت تجمع السمنة في منطقة البطن. للرجال ممكن من ضمنها برضو سرطان البروستات بتجيب من السمنة، نسبيا مش بشكل 100%. السمنة بتعمل هي أساسا عادات غذائيه غلط يعني. لو ما كانش مرض يبقى عادات غذائيه غلط، فبالتالي اكثر عرضه للسرطان. طبعا. بالتالي سرطان القولون من الحاجات اللي منتشره جدا دلوقتي في مصر، وهي من بعض الحاجات، من بعض الاسباب الرئيسيه لها السمنه او سوء التغذيه. ان احنا ما بناكلش اكل صح، فما بناكلش حاجات فيها الياف، ما بناكلش حاجات فواكه كتير، ما بنهتمش بالالياف، ما بنهتمش بالخضروات، ما بنشربش ميه كويس. فبالتالي طول ما مفيش الياف مفيش كده بيحصل سرطان القولون. عندنا برضو مشاكل مهمه جدا، مشاكل القلب والذبحات والصدريه والجلطات وانسداد الشرايين. ده طبعا نتيجه تجمع شرايين في القلب او شرايين الجسم بالكامل، تجمع دهون فيها. ارتفاع نسبه الكوليسترول هو مش اكيد من السمنه، لان في ناس بيبقى عندهم فاميلي فاكتور او وراثه في نسبه الكوليسترول العاليه. بس السمنه بتؤدي لكده، لان برضو عادات غذائيه مش سليمه. السكر، مرضى السكر نسبه كبيره جدا، نسبه 40% من مرضى السكر، امراض السكر سببها السمنه، سكر النوع الثاني. فبقول لحضرتك يعني اغلب انواع الامراض هتلاقي طبعا تكيس المبايض للسيدات، وده المشكله كبيره جدا جدا للحمل، وقت الحمل وكده بيعمل ارتفاع ضغط الدم، وده مش برضو بتعمل مشكله، خاصه في وقت في السيدات، لان الهرمونات لخبطه الهرمونات للسيدات، تاخر الدوره الدمويه للبنات. بنت لو عندها سمنه مشكله دي بتعمل لها حب شباب، يعني بتبوظ الجسم كامل، تلاقي حب شباب، تلاقي تاخر دوره دم، تاخر الحيض سوري، تاخر الحمل، مشكله في الهرمونات، تكيس مبايض. فسمنه بتؤدي بنسبه كبيره جدا جدا للامراض عموما في الجسم، وده كله بينتهي مع انتهاء السمنه ان شاء الله باذن الله، لو ما اثرش سلبي في الجسم اوريدي، واحنا حاجه نقدر نعالجها يعني. ضغط الدم طبعا بيتظبط، دليل على كده ان احنا النهارده السكر اللي هو من اهم حاجه يعني. السكر بقى مرض منتشر جدا جدا بالاطفال والكبار. اطفال، هل انا مش سهل ان انا اعمل مثلا باي باس لطفل؟ باي باس دي من العمليات الكبيره، يعتبر عمليات كبيره جدا في عمليه السمنه، بس لان مخاطر العمليه اقل من مخاطر السكر والسمنه. فبالتالي وانس ان انا اعملها السكر بيروح،
فبالتالي السكر انت عارفه اساسا في حد ذاته بيأثر على اعضاء الجسم، ممكن يضرب اي عضو من اعضاء الجسم، الكلى، الكبد، العين، كل حاجه، فبالتالي ده بيعالج. فوانس ان احنا عالجنا السمنه بنسبه 70% اغلب الامراض بتعالج، الا لو لا قدر الله، لا قدر الله كان بقى امراض عملت امراض خطيره مثلا زي سرطانات او عملت جلطات والكلام ده طبعا بيتعالج، لان دي عباره عن دهون بيتم اذابتها، فبيسهل لنا الموضوع ده قوي. فان شاء الله اغلب الحاجات يعني اغلب السن لما بتعالج بيبقى الامراض بتقل بنسبه كبيره، الانسان صحته احسن بنسبه كبيره. طبعا من ضمن الامراض المنتشره جدا كمان المفاصل، امراض المفاصل للركبه، تحمل الجسم مع تكوين الدهون حوالين المفاصل، ده بيخليه مش قادر يتحرك بسهوله طبعا يعني. فعشان كده اول حاجه يقولها الدكتور لما تروح تعالج غضاريف او مفاصل او الغضروف بتاع الظهر او كلام، يقول لك اول حاجه انك انت عايزين نخس في الوزن وبعدين نبدا نعالج الغضروف، لكن طول ما انت وزنك عالي على عظمك وعلى جسمك انا مش هقدر اعمل حاجه. بنشوف ناس كتير يا دكتور بيبقى وزنها كبير وتقول لك انا بعمل ريجيم ومش بنزل. يبطل وزنه يزيد. مش بينزل ولا بينزل اليويو؟ لا هو بالنسبه له مش شايف اي اختلاف لان هو وزنه كبير اصلا. فالريجيم ينفع لكل حالات يعني ككل حالات السمنه ولا لا؟ يعني في حالات لازم تدخل جراحه واجازه. هقول لحضرتك، هو احنا عندنا مشكلتين في علاجات السمنه. مش بنتكلم عن ناحيه جراحيه لان هو جراحيه جراحه اكتر طبعا. دي جراحه هي بتجيب من الاخر في الحالات اللي هي السمنه المفرطه. ما بينفعش فيها غير كده. لكن في مشكلتين، المشكله الاولى اما يكون حد وزنه كبير يقول لك والله انا ما باكل بس انا مش عارفه بزيد ازاي، ده لازم هتعمله تحليل، لان ده لازم لو هو ده فعلا حقيقي يبقى عنده مشكله يا اما في حرق دهون يا اما في الغدد، مشكله في الغدد، كسل في الغده الدرقيه مثلا. او اي غدد في الجسم، غده كظريه فيها مشكله، فبالتالي بتؤدي زي ما قلت لك تاخر حمل، ان المسؤول عن الاستروجين اللي بيعمل الحمل. عنده مشكله في الهرمونات، لخبطه هرمونات، واللي بيعمل تكيس مع بيض اللي بيؤدي بالتالي الى السمنه، وحاجه اسمها الووتر ريتينشن اللي هو تكدس الميه في الجسم، وده بيخلي تحس انك انت زياده في الوزن، انت مش زايد، انت اوريدي عندك ووتر ريتينشن غير موضوع السمنه، فده بيزود طبعا في الوزن جامد. في 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 هو اهم حاجه الغدد الهرمونات تكون مظبوطه. برضو الحاجات الغدد بتؤدي طبعا اكيد للسكر. فدول بيبقى غالبا عندهم مشكله. وانس ان انت ظبطت لهم هرموناتهم او غددهم او كده بيظبط معاهم، مع طبعا لازم انك تعمل تنظيم غذائي معاه عشان اوريدي عندها زياده، فعشان تنزل الزياده دي لازم اعمل لها تنظيم غذائي مع ادويه. يعني مثلا لو قلنا غده درقيه فانت لازم تديها مثلا الادويه بتاعت الغده الدرقيه بنسبه معينه، تعالج لها خمول الغده الدرقيه الاول مع الدايت اللي انت هتعمله عشان تقدر بعد كده ما تزيدش تاني في الوزن. لكن وانس ان انا عطيت لها حاجه للغده الدرقيه وعالجت الخمول ده وبطلت ورجعت اكلت حتى لو طبيعي هتزيد، لان هي المشكله مش اكلها، هي المشكله ان في نسبه الحرق، عشان كسل الغده الدرقيه عندها نسبه الحرق حرق قليل جدا بتاع الجسم، الميتابوليزم بتاع الجسم عندها قليل جدا. فطبعا زي ما قلت لحضرتك احنا ده اللي بنعمله، التحاليل مهمه قوي قوي. وفي مشكله ثانيه في السمنه، ان برضه يقول لك انا والله انا عندي زياده وبنزل ما فيش مثلا اسبوعين، وانس ان انا ابدا اكل اطلع ثاني. هو لا، هو ايه، هو بيبقى هو نزل في الوزن وفعلا جسمه زاد بسهوله، بس هو مش حاسس ليه. وانا ما باكلش ارز ولا مكرونه، بس انا باكل بلقط طول ما انا ماشي، باكل ده باكل ده شويه باكل ده شويه، والتوقيت بعمل رياضه والتوقيت. طبعا باكل قبل ما انام، المفروض ان احنا قبل ما ننام بثلاث اربع مينيمم اربع ساعات ما ناكلش، ما بشربش ميه كتير، ما بساعدش ان الدهون تخرج من الجسم او ان القولون يشتغل كويس، فبيجي لي امساك فبيزيد الوزن. ففي عادات لازم نعرفها واحنا بنعمل الدايت او بنعمل علاج السمنه عموما، عادات اللي هي لايف سيستم اللي احنا هنعيش كده على طول، ومش صعبه، هي عادات صح ولازم كل الناس تمشي عليها. ناخد سلمى. طيب الو يا سلمى. الو، الاتصالات نكمل. اوكي اتفضل. طب بالنسبه في ناس بالفعل يعني بيبقى وزنها ما ينفعش ان هي تمشي على دايت بس، المفروض تمشي على دايت واجهزه او رياضه. هم بيمشي على دايت بس وبيشتكوا يقول لك لازم احنا مش عارفين نخس. ننصحهم بايه؟ انا هو طبعا لازم يعمل دايت واجهزه ورياضه، بس هو في ناس امكانياتها لا تسمح انها تعمل الاجهزه او تروح جيم او كده زي ما قلنا، فده يعملوا دايت. لازم المشي، ما فيش حد بيدفع فلوس في المشي. فهي تعمل دايت
غير مكلف نهائي تنزل تمشي حتى لو حوالين البيت، حتى لو بدل ما تركب عربياتها تروح المشوار اللي هي رايحاه كل يوم نص ساعه مشي من اي مشوار نازلاه تروح مشي، ساكنه في فيلا مش قادره تخرج الجو برد تطلع سلم وتنزل كام مره، او في بيت عادي تنزل سلم كده. سوري ناخد سلمى عشان رجعت. اتفضلي. ازيك يا استاذ سلمى؟ الو اتفضلي يا استاذ سلمى. الو ايوه سامعينك يا استاذ سلمى اتفضلي. ايوه وطي صوت التلفزيون وعلى صوتك يا استاذ سلمى. ثواني. سؤالك ايه؟ الو علي صوتك يا استاذ سلمى. الو اه كده تمام اتفضلي الدكتوره معاكي. اهلا بيكي يا سلمى. سؤالك ايه؟ شكرا يا استاذ سلمى انا المفروض تكلميني. اتفضلي كملي يا دكتور. فزي ما قلت حضرتك المشي مهم جدا جدا لان دايت لوحده مش هيجيب نتيجه. في بعض انواع دايت الدايتيشن بتنصح ان انا في الاول ما تعمليش اي حاجه، اول ما تبداي الدايت ما تعمليش معاه اي رياضه او كده زي الكيتو زي الكيميكال دايت، لان في الاول هو بيحرق لوحده فالجسم ما يكونش متحمل ان هو على الاقل اول اسبوع او 10 ايام ان هو يعمل مجهود زياده. لكن بعد كده لازم نستمر على اتليست المشي لو ما قدرناش نعمل اجهزه او رياضه. بالنسبه لتاخر الحمل عايزين نشرح السمنه بتعمل ايه لتاخر الحمل. الحمل عموما بيعتمد على هرمون الاستروجين. الاستروجين الاستروجين ده بيكون مسؤول منه الغده الكظريه في الجسم ومسؤول يعني بعض الغدد في الجسم هي المسؤوله من الهرمون ده. السمنه وطبعا التبويض الاباضه السمنه لما يكون في مريض سمنه بيأثر على عمليه التبويض في الجسم زي ما قلنا ان هو بيأثر اساسا كمان على دوره الحيض للمرأه، وبالتالي طول ما دوره الحيض مش منتظمه فبالتالي مش هيحصل بسهوله حمل. لازم نمره واحد نظبط الدوره الشهريه علشان خاطر يحصل الحمل. فبالتالي وبيحصل من بعض من السمنه تكيس مبايض، التكيس مبايض بتمنع بشكل كبير الحمل، فبالتالي لازم احنا نعمل علاج لتكيس المبايض، نظبط الهرمونات زي هرمون الغده الكظريه، نشوف نسبه الاستروجين في الجسم هتبقى عامله ازاي، وننزل في الوزن لان الدهون بتاثر على منطقه المبايض بالكامل، منطقه الرحم في التفاف حوالين المبايض بالدهون وكده، وده بيعمل خمول فيها فبيبقى صعب جدا الحمل معاه او صعب نسبيا بنسبه كبيره. وبلس انه حتى انت محمل بيبقى في مشكله وقت الحمل، في خطوره على مريض السمنه وهي حامل زي ما قلنا ارتفاع سكر الدم اللي بيؤدي لتسمم الحمل، ارتفاع ضغط الدم، زياده نسبه الميه في الجسم في الايد وفي الرجل، زياده الاملاح في الجسم. ده كله بيبقى فيه خطر على الام وعلى الطفل لان ممكن يحصل الحمل ينزل بسهوله، ممكن لا قدر الله تولد بدري قبل ميعادها. فبالتالي السمنه خطر في الحمل قبل الحمل واثناء الحمل في نفس الوقت. تمام. في ناس جسمها بيبقى مظبوط بس منطقه البطن بنات او اولاد يعني منطقه البطن عندهم بتكون فيها زياده كيلو كيلو ونص 2 كيلو دي لازم تشتغل عليها بالاجهزه. يعني دي لازم نشتغل عليها بالاجهزه. وطبعا احنا كنا اتكلمنا على الكرايوثيرابي ده من انجح الحاجات اللي بتشتغل او من انجح الاجهزه والتقنيات اللي بتشتغل على مناطق معينه وخصوصا البطن وبتخلص بنسبه كبيره جدا جدا من الدهون المكونه كده في منطقه البطن او متكدسه في منطقه البطن. في عندنا كمان الميزوثيرابي من العلاجات الناجحه جدا جدا في تجمع الدهون في مناطق معينه وخصوصا في البطن والدبل تشين وكده. فده بدون يعني بدون ما نشتغل على الاجهزه، يعني ممكن تعمل رياضه ممكن تاكل تقول لك انا بعمل رياضه وباكل وجسمي بقى كويس بس المنطقه دي مش عايز تروح، فبالتالي اذا كان فيها ترهل ولا اذا كان فيها ستريتش مارك ولا اذا كان فيها دهون زايده لازم نشتغل على الاجهزه. هو ده العلاج اللي بتاعه. طب بالنسبه للترهلات بتروح مع الوقت ولا بيتعمل لها شد؟ في الترهلات لها نسب مختلفه يعني في ترهلات بتبقى بسيطه ودي مع الاجهزه زي ما قلنا مع احنا بقى ده في ترهلات دي في شغل كتير في عندك بالليزر زي اللايبو ليزر بيساعد على انه يحل مشكله الترهلات نسبيا او يشد الجسم ويزود نسبه الكولاجين والاستين فبيساعد ان هو يرجع الجلد يبني تاني. عندك
الكافيتيشن برضو نسبيا بيساعد على، بس هو اكتر اللايبو ليزر الكافيتيشن بيحرق دهون زياده فممكن يزود نسبه الترهلات، بس اللايبو ليزر بيضيع الترهلات بنسبه كبيره. عندك الفراكشنال ليزر بيضيع الترهلات، ده الترهلات النسبيه البسيطه بدرجة بعد حاجه حد بعد الولاده، حد كان عنده 5 6 كيلو 10 كيلو نزلوا، لكن لما يكون ترهلات كبيره بنسبه كبيره وخصوصا في منطقه الافخاد او منطقه الدراعات، لا دي لازم بنلجأ لعمليات الشد فيها. طب النحافه سريعا علاجها ايه؟ النحافه سريعا، النحافه ما لهاش علاج غير ان احنا ناكل. الاكل يبقى بدل ما بناكل 3 وجبات ناكل 5 وجبات، ناكل 7 لغايه 7 وجبات. مش عايزه اقول ناكل فاست فود لان ده خطر طبعا على الصحه، بس ناكل اكل فيه دهون كويس. ناكل الياف طبعا زي ما قلت لحضرتك. في بعض الشباب والبنات يقدروا يروحوا الجيم يعملوا رفع، يعني رفع اثقال، دي بتساعد قوي انك الشهيه بتفتح اكتر، العضلات بتتكون وبيفتح شهيته، بيفتح بيقدر ياكل بنسبه اكبر. لكن ما فيش اي اجهزه نقدر نساعد فيها في موضوع النحافه، هي ميزه الارشفه انها ميزه دلوقتي يعني، بس هي التغذيه السليمه نمره واحد، والرياضه، ومش كل انواع الرياضه طبعا، مش الرياضه اللي هي الكارديو ولا الكلام ده، الرياضه اللي هو بتشيل اتقال بتشيل كده عشان تعمل عضلات، العضلات دي بتحرق دهون فبتجوع اكتر فبتاكل اكتر فبتلاقي جسمها زاد شويه. شكرا لك يا دكتوره جيهان فريد. الله يخليك. حلقتنا خلصت، استنونا في الحلقات اللي جايه ان شاء الله الخميس اللي جاي. السلام عليكم. شكرا شكرا لك.